السلام عليكم مرحبا بالجميع في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نجاوب على واحد السؤال كان القهب بزاف في الرسائل ديالكم اللي كتوصلني على الخاص وهو استاذ فقاش غادي يعطيونا النتائج هنا اقصد تحديدا نتائج الاعدادي اما يعني بالنسبه للبكالوريا او الثانوي بصفه عامه فمعروف تاريخ الاعلان على النتائج ديالهم إذا على بركة الله ندوزو تاريخ الإعلان على النتائج الإعدادي بناء على واحد المجموعة من المعطيات يعني فقط أن للإشارة راه ماكيناش شي حاجة رسمية من الوزارة وإنما حنا غادي نبنيو على واحد المجموعة من المعطيات باش نعطيو تاريخ يعني تقريبي الإعلان على النتائج ديال الاعدادي دي. اذا شوفوا معايا المعطى الاول غادي ندوز مباشره الى هذا التاريخ هذا اللي هو من 14 الى 18 يوليو 2020 شنو غادي يتم في هذا التاريخ هذا انعقاد مجالس الاقسام الخاصه بالتوجيه للحسم في اختيارات التلاميذ اذا غير فكروا معايا منطقيا ميمكنش ان يعني هاد 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 المجالس ديال الاقسام تنعقد يعني في هذا التاريخ هذا الى ما كانوش عندها النتائج علاش لان ما يمكنش مثلا نحسموا في الاختيارات ديال واحد التلميذ اللي هو مثلا ساقط من الاصل اذا شنو كنستنتجوا على ان يعني من 14 ل 18 غادي يحسموا فقط في دوك التلاميذ اللي ناجحين في الاختيارات ديالهم اللي كنقصد بها هنايا شنو هي الشعبه اللي غادي يديروا ان شاء الله من بعد الثالثه اعدادي واخا اذا هذا المعطى الاول ندوز للمعطى الثاني شنو تيقول المعطى آه الثاني اذا بناء ايضا على اجتياز تلاميذ البكالوريا الامتحانات في بدايه شهر يوليوز بدايه شهر يوليوز اذا شنو غيكونوا الاساتذه غيكونوا الاساتذه آه مشغولين بالحراسه وغادي تكون احنا حتى ايضا يعني واحد المجموعه من من المترشحين يعني الاحرار غادي يدوزوا في المدارس ديال الاعدادي دي. اذا المؤسسه ديالكم غادي تكون يعني آه مشغوله بهذا المعنى اذا شنو كنستنتجو بناء على هذه المعطيات اللي عطينا اذا فغالبا نقطتكم اي كنقصد هنا النتائج ان شاء الله ستكون جاهزه فين فوقاش اواخر شهر يوليوز المقبل فوقاش اواخر شهر يوليوز المقبل اذا من مورا 20 تقريبا 20 21 الى حتى يعني الاخر شهر 7 فهنا غادي غد تبدا تعطاكم او اللي غادي تبداو توصلوا بالنتائج ديالكم سواء ديال الاولى اعدادي او الثانية اعدادي او الثالثة اعدادي هذا فقط يعني كما قلت لكم دابا بنينا انا واحد المجموعه من المعطيات في انتظار ان شاء الله تصدر شي مذكره او شي بلاغ ديال الوزاره باش يحددوا لنا تحديدا التاريخ اللي غادي تعطاه اللي غادي تعطى فيه النتائج ديال الاعدادي بصفه يعني عامه على صعيد الوطني اذا حد موفق للجميع والله يسمعكم اخبار الخير وما تنساوش انكم تشاركوا في القناه الناس اللي ما في القناه والى الحلقه القادمه ان شاء الله